السلام عليكم، عاملين يا رجاله؟ النهارده رجعنا فيديو جديد. تقريبا احنا ما نزلناش طول شهر رمضان اي فيديو. انا والله كنت بنزل الشغل من الساعه 8 الصبح وبرجع الساعه 6، وبنزل من الساعه 8 اللي هو بعد الفطار، وبرجع حوالي الساعه 12. كنت سامحوني يعني ان انا ما كنتش بلحق، يعني كنت باجي والله انام على طول. فكنت اصلا في رمضان كنت بفتح كروس فاير فين وفين، يعني ساعه بالكتير وبقفلها، فمعلش ما كنتش بلحق اعمل فيديوهات وكده يعني. فده كان سبب التاخير بتاعي، معلش سامحوني يعني لو اتاخرت كتير. بس ان شاء الله هنرجع ننزل فيديوهات تاني. لو عجبك الفيديو دوس لايك، ويا ريت تشترك في القناه وتسيبكم مع الفيديو. الفيديو هيعجبكم قوي بقى، اتفرجوا عليه للاخر. سلام. Kill.